عاد العنف الطائفي ليخيم على مناطق عدة في بورما هنا في ميكيتيلا حولت النيران منازل ومساجد البلدة إلى رماد كما قتل أكثر من عشرين شخصا بعد أحداث عنف طائفية واضطر أكثر من ثلاثة ألاف مسلم من أقلية روهينجا إلى الهروب بحرا باتجاه بنغلاديش منذ عام مضى بعد تفجر أعمال العنف الطائفية بولاية أركان غربي بورما وتعرض ابناء اقلية الروهينجا المسلمة للقمع على يد المجالس العسكرية التي حكمت بورما طوال عقود، ولا تزال السلطات الحاكمة عاجزة عن وضع حد للعنف الممارس ضدهم. رغم اعلان الرئاسة البورمية على موقعها الالكتروني فرض حالة الطوارئ في مدينة ميكيتيلا بعد ان حولت اعمال العنف اجزاء من المدينة الواقعة شمال العاصمة نابيداو الى رماد، في حين تشهد السلطات الى فرض سيطرتها بعد ثلاثة ايام من المواجهات والحرائق.